بص يا حاج، احنا عاملين مسابقه عايزينك تشاركي فيها معانا، ولو جاوبتي تكسبي. استني، خدي استني، هقول لك على حاجه. لا يا عم، انا ما اعرفش في الحاجات دي اصلا. يمكن تعرفي تجاوبي. ما انا ما اعرف اجاوب على ايه. طب اسالك السؤال، يمكن تجاوبي. طب اتفضل قول. ماشي يا حاجه، بنقول اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. ما هو ده كان السؤال يا حاجه. طيب انت جاوبتي ازاي؟ طيب لا، ده ما الواحد بيصلي بيقول كده برضه. صح كده؟ ايوه صح. طيب يا ما حبيب. ما تجاوبتي برضه. طيب الله يبارك لك يا ابني، ده من زوجك بس ومن انسانيتك، عشان انت راجل طيب وامير. الله يكرمك يا حاجه، والله العظيم انت اللي اميره. انا والله بدعي للناس كلها. ربنا يزيدك يا رب. بدعي والله، بدعي للعالم كله اللي يعلم ربنا بيه. قلبك نظيف يا حاجه والله، وعاوزه الدنيا كلها تبقى حلوه يا رب، عشان انت حلوه والله العظيم. والله عشان انت حلوه. الله يخليك. الله يحفظك. انت عندك كم سنه يا حاجه؟ عندي 61. 61؟ اه. طب وبتشتغلي ايه؟ شغلتي دي. ربنا يديك الصحة. الصحة على بدنك. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. الله يحفظك. والله العظيم انت زي القمر. الله يخليك. وقلبك نظيف وابيض. الله يبارك. والله العظيم. الله يبارك لك يا رب، يديك صحة. حاجة كسبت كام بقى معانا في المسابقة؟ مش انت جاوبت على السؤال؟ على قد حالي. ايوه، كسبت بقى كام معانا الحاجة؟ نشوف بقى مع بعض. الله يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك، كسبتي 3000 جنيه. الله مبروك. الله يبارك لك يا ابني. الله يا ربنا يكفيك شر المرض يا ابني. ربنا يا رب يديك. والله انا مش بص على الدنيا، بص على الاخره. الله يبارك لك يا حاج. الله يبارك لك. والله بص على الاخره يا ابني، والحساب والحال. والله انا مش بص على الدنيا، بص على الاخره. والله بص على الآخرة يا ابني، والحساب والحال بعد إذنك. ربنا يرفع عنك. أقعد بس والله، رجلي وجعاني. الفلوس رايحة يا ابني، كل حاجة رايحة، ما تمشي إلا ربنا والحساب. ونعم بالله حاجة. صح صح حاجة. الدنيا من فاتة، مهما تلم ومهما تضم، من فاتة ورايحة، ما دامش الا ربنا وسبحانه وتعالى بس يحش غضب ومجده عننا. والله يا حاجه انت عندك ايمان مش عند ناس كتيره. والله لا، انا والله مش بص، لاني بص طالت ولا قصرت فايتينا يا ابني، فايتينا مش زايله. مش الواحد يفرح بالمال وبالحاجه، كله زايل ورايح، ما دامش الا هو وجه الله الكريم، وهيحاسبنا على الكبيرة وعلى الصغيرة. يعني البني آدم مش أهم حاجة يجمع فلوس، يجمع تقوى، يجمع ناس يحبها، يحب الناس، يحب الخير للناس، يحب جاره، يحب أهله، يحب الناس كلها، يبقى قلب نظيف. إيه أنا فايدة أجمع في الفلوس وأنا قلبي وحش؟ ما ينفعش والله يا ابني، والله ما ينفع. انت صغرتينا قوي والله العظيم. لا والله ما صغرتك يا ابني، والله ما صغرتك. ده القران بيقول كده، ده احنا اسلام، يعني اسلام نبقى قلبنا كلنا واحد. عارف اللي بعيد عنك اللي جاي ده من قلوبنا، عشان ما فيش كل واحد الاخ عاوز ياكل اخوه، عاوز ما يعرفش ان هي الدنيا ابسط حاجه. اشهد ان لا اله الا الله.